السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع درس جديد بعنوان التكاثر اللاجنسي والتكاثر الجنسي، وذلك من دروس الصف الثالث الإعدادي الجزء الثاني. أهدافنا لهذا اليوم هي كالتالي: سنوضح في درسنا اليوم مفهوم التكاثر، سنقارن بين مفهومي التكاثر الجنسي والتكاثر اللاجنسي، سنصف كيف يحدث الإخصاب في التكاثر الجنسي، سنقارن بين مفهومين وهما الخلايا الثنائية الثنائية المجموعة الكروموسومية والخلايا الأحادية المجموعة الكروموسومية، من حيث المفهوم والنوع ونوع الانقسام أيضا الناشئ منه الخلايا. سنعرض الآن خريطة مفاهيمية توضح لنا مفهوم التكاثر وأنواعه. فالتكاثر هو العملية التي ينتج خلالها المخلوق الحي أفراداً من نوعه، وينقسم التكاثر إلى نوعين: جنسي ولا جنسي. الجنسي يتم بين الذكر والأنثى، بينما اللاجنسي يتم في الفرد نفسه. أولاً سنتكلم عن التكاثر اللاجنسي. التكاثر اللاجنسي تكون للفرد القدرة على إنتاج أفراد أو أكثر تحمل المادة الوراثية نفسها التي يحملها المخلوق الأصلي، كما في الصور التالية: في البطاطس، في الخميرة، في نبات الفراولة، في دودة لبلناريا، في نجم البحر، وفي البكتيريا. أمامنا ملخص لطرق التكاثر اللاجنسي وهي كالتالي: الطريقة الأولى التكاثر اللاجنسي الخلوي، الطريقة الثانية التبرعم، الطريقة الثالثة التجدد. فالتكاثر اللاجنسي الخلوي يحدث في كائنات حقيقية النواة وكائنات بدائية النواة. فحقيقية النواة تحدث بها عملية الانقسام المتساوي، وأمثلة على ذلك درنات البطاطس ونبات الفراولة. أما في الكائنات بدائية النواة فتحدث عملية الانشطار، ومثال على ذلك البكتيريا. بالنسبة إلى الطريقة الثانية وهي التبرعم، مثال عليها الخميرة. في الطريقة الثالثة التجدد، هناك أمثلة عديدة: أولاً الإسفنج، ثانياً نجم البحر، ثالثاً دودة اللبلناريا. التكاثر اللاجنسي الخلوي تتكاثر المخلوقات ذات الخلايا حقيقية النواة، والمقصود بحقيقية النواة أي تمتلك نواة حقيقية، تكاثراً لاجنسياً عن طريق الانقسام المتساوي، كما نلاحظ هنا في نمو درنات البطاطس، حيث أن تلك الدرنات تمثل لنا كائناً نباتاً جديداً. أيضاً لدينا هنا السيقان العرضية الجارية للفراولة، فنلاحظ هنا النبات الأصلي، ها هو. فالسيقان العرضية الجارية تمثل نباتاً جديداً للنبات الأم الأصلي. تختلف الخلايا بدائية النواة عن حقيقية النواة في ذلك بأنها لا تحتوي على نواة، فتتكاثر لاجنسياً عن طريق الانقسام الثنائي، أو بمصطلح آخر الانشطار، حيث تنسخ المادة الوراثية فيها ثم تنشطر، كما نلاحظ هنا تلك هي المادة الوراثية. بعدها تنشطر تلك الخلية الأساسية وهي الخلية الأم لتنتج لنا خليتان جديدتان بهما نفس المادة الوراثية إلى الخلية
الأم، وهذا ما يطلق عليه بعملية الانقسام الثنائي. هنا يوجد أمامنا طريقة أخرى من طرق التكاثر اللاجنسي، وهي طريقة التبرعم، ويقصد بالتبرعم ظهور نتوءات بمعنى آخر براعم تنفصل عن الكائن عندما يكبر، ومثالا على ذلك الصورة الموجودة أمامنا الخميرة. فنلاحظ هنا الخلية الأم عندما يحدث لها عملية التبرعم ستتكاثر لتنتج لنا برعم، وهكذا كما في الصورة التي أمامكم. عزيزي الطالب، ماذا تتوقع أن يحدث إذا قطع نجم البحر وأعيد إلى البحر مرة أخرى؟ فكروا معي. سيحدث ما يلي: ستكون هذه القطع من نجم البحر حيوان نجم بحر جديد، وهو ما يعرف بعملية التجدد. فيا ترى ما المقصود بعملية التجدد؟ المقصود بعملية التجدد هو إعادة بناء الأجزاء المدمرة أو المفقودة. يمكن أن يتكون مخلوق جديد لبعض المخلوقات بطريقة التجدد. فعندما نقوم هنا بقطع ذراع نجم البحر، هذا الذراع ممكن أن يكون لنا كائن جديد، وهو نجم البحر، كائن نجم البحر الجديد كما نلاحظه في هذه الصورة. وممكن أيضا هذا الجزء عندما ينقطع يتجدد مرة أخرى ليعطي لنا ذراعا جديدة. أيضا نلاحظ هنا دودة لبلاناريا. دودة لبلاناريا تستطيع أيضا أن تقوم بإعادة بناء الأجزاء المدمرة أو المفقودة كما نلاحظ هنا في الشكل. فدودة لبلاناريا عندما يدمر عندها جزء هنا مثلا الجزء العلوي ستجدد نفسها مرة أخرى لينتج لنا دودة أخرى جديدة. ننتقل الآن إلى مفهوم التكاثر الجنسي. التكاثر الجنسي هو التكاثر الذي يتطلب وجود فردين، كما نلاحظ هنا في البويضة والحيوان المنوي، وكما نلاحظ هنا في القطة وأبناؤها، وأيضا في نبات الأزهار. وعلى فكرة هذه الصورة أخذت من استوديو تلفزيون البحرين. أنواع الانقسام. الانقسام الخلوي له أنواع، وذلك من خلال ما درسناه سابقا. فالانقسام الخلوي يكون انقساما متساويا أو منصفا. فالانقسام المتساوي يتم في الخلايا الجنسية، يتم في الجلد والعظام. أما الانقسام المنصف يحدث في الخلايا التناسلية، في المبيض والخصية والمتك. في المبيض ليعطي لنا أمشاج مؤنثة يطلق عليها بالبويضة. أما بالنسبة إلى الخصية فقد يعطي الحيوان المنوي. أما بالنسبة إلى المتك في النبات فتعطي حبوب اللقاح. فنلاحظ هنا أن الانقسام المتساوي يحدث في الخلايا الجسمية، بينما المنصف يحدث في الخلايا التناسلية، وذلك من خلال ما سبق تعلمه في الدرس السابق. التكاثر الجنسي هو تكاثر يتطلب وجود فردين. فنلاحظ هنا
في طبعا التكاثر الجنسي في الإنسان يتم من خلال التقاء الذكر والأنثى، حيث أن الذكر يكون قادرا على إعطاء حيوان منوي، أما بالنسبة إلى الأنثى فهي قادرة على إعطاء بويضة. فتحدث هنا عملية يطلق عليها بالإخصاب، فالإخصاب هو اتحاد الخلية الجنسية الأنثوية وهي البويضة كما ذكرناها مع الخلية الجنسية الذكرية وهي الحيوان المنوي لينتج لنا ما يطلق عليه بالزايغوت، وهو كما موضح هنا بالصورة. فما هو الزايغوت؟ الزايغوت هو البويضة المخصبة، الخلية الناتجة عن اندماج الخلية الجنسية الذكرية الحيوان المنوي والخلية الجنسية الأنثوية وهي البويضة. إذا لاحظنا هنا في هذا المخطط بأن التكاثر الجنسي يتم ويتطلب بوجود فردين هما الذكر والأنثى، كما هنا لاحظنا التقاء الحيوان المنوي مع البويضة لتحدث لنا عملية الإخصاب لينتج لنا الزايغوت وهي البويضة المخصبة. يوجد لدينا هنا في الشريحة مفهوم جديد، وهو مفهوم الخلايا أحادية المجموعة الكروموسومية والخلية ثنائية المجموعة الكروموسومية. فما نقصد بخلايا أحادية المجموعة الكروموسومية وما نقصد بخلايا ثنائية المجموعة الكروموسومية؟ طبعا نلاحظ هنا أن الحيوان المنوي يحتوي على 23 كروموسوم، وهو نصف عدد الكروموسوم الموجود في الخلايا الجسمية للكائن الحي الذكر. أما بالنسبة إلى هنا البويضة كذلك تحتوي على 23 كروموسوم، وهي نصف العدد الموجود في خلية الأنثى. عندما يتحدان وتحدث عملية الإخصاب سينتج لنا الزايغوت، صح؟ هذا الزايغوت سيكون التقاء حيوان منوي مع بويضة، أي 23 كروموسوم من الحيوان المنوي و 23 كروموسوم من البويضة ليكون لنا 46 كروموسوم. فبالتالي سنطلق على كل من الحيوان المنوي والبويضة خلايا أحادية المجموعة الكروموسومية، أي تحتوي على نصف عدد الكروموسومات الأساسية الموجودة في جسم الكائن الحي، بينما الزايغوت يطلق عليه خلايا ثنائية المجموعة الكروموسومية، أي 46 كروموسوم، نصف الكروموسومات من الأب والنصف الآخر من الأم. بعد ذلك طبعا هذا الزايغوت سينمو بعملية الانقسام المتساوي، ويتكون لنا طبعا الجنين الذي يكبر وينمو ويكون في جسمه عدد من الكروموسومات وهي 46 كروموسوم. إذن الخلايا الأحادية المجموعة الكروموسومية هي الخلايا التي تحتوي على نصف عدد الكروموسومات الموجودة في الخلايا الجسمية. أما خلايا الثنائية المجموعة الكروموسومية فهي الخلايا التي تحتوي على أزواج الكروموسومات المتماثلة، أي عدد الكروموسومات الكامل 46 كروموسوم في الإنسان. تلك الخريطة المفاهيمية توضح لنا الخلايا الثنائية والأحادية المجموعة الكروموسومية في جسم الإنسان.
حيث أن خلايا الجسم تكون ثنائية المجموعة الكروموسومية، ونرمز لها هنا 2N. أما الخلايا أحادية المجموعة الكروموسومية فسنرمز إليها ب1N. الخلايا ثنائية المجموعة الكروموسومية أمثلة عليها هي الخلايا الجسمية والخلايا التناسلية. فالخلايا الجسمية مثال عليها الدماغ، الجلد، العظام، حيث أن تلك الخلايا جميعها تحتوي على 46 كروموسوم، أي العدد الكلي للكروموسومات في جسم الإنسان، لذلك نطلق عليها ب2N، أي العدد الكلي للكروموسومات الموجودة في جسم الإنسان. أما الخلايا التناسلية فيقصد بها الأعضاء التناسلية في الإنسان من الذكر أو الأنثى، ففي الأنثى المبيض، أما في الذكر الخصية. فمرة أخرى، ثنائية المجموعة الكروموسومية هي التي تحوي على العدد الكلي من الكروموسومات، وهي كما هي في الخلايا الجسمية والخلايا التناسلية. فعندما تمر تلك الخلايا بالانقسام المتساوي يكون الناتج عنها هو العدد نفسه من الكروموسومات في الجسم، وهو 46 كروموسوم. أما بالنسبة إلى الخلايا أحادية المجموعة الكروموسومية فهي الخلايا الجنسية، وهي الناتجة عن الخلايا التناسلية من خلال عملية الانقسام المنصف. مرة أخرى أؤكد أن الخلايا الجنسية وهي البويضة والحيوان المنوي من خلال عملية الانقسام المنصف ستنتج لنا هذه الخلايا، والتي تحوي على نصف العدد الكروموسومي للإنسان 1N. إلى هنا انتهت حلقتنا لهذا اليوم، شكرا على حسن استماعكم.